معانا برضو مداخلة مهمة من الباشمهندس محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولين العربي. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. أهلا، مساء الخير كابتن إبراهيم. وحشني وأنا جدا. الحقيقة سعيد جدا ربنا يخليك يا رب، باللي بتقدمه كله. ربي سعيد يعزك. جدا إنك فعلا من يوم ما عرفتك صاحب مبدأ، الله يعزك. وآرائك كلها بناءة لصالح الكرة، وأنا متابعك كويس جدا، ربنا يخليك يا رب. وبحييك في الموضوعات كلها اللي بتناقشها، وبحيي طبعا فريق الإعدادنا، ربي لأن يبارك أنا في حضرتك، ما تحرمش منك يا تابعتني باشمهندس. ليك خلال حتى النهارده فعلا برنامج هادف بيتكلم على موضوعات صح، جايب اخبار جيده من الخارج، بيدي دروس، يا ريت نقدر نتعلم. فانا رب بحييك وبشكرك. رب يبارك في عمرك يا رب، ما تحرمش من حضرتك. ده وسام على صدرنا، وعلى وسام على صدر كمان فريق العمل بالكامل. انا بشكر حضرتك طبعا على كل اللي حضرتك قلته. طيب خليني اسال حضرتك الاول، طيب نظام التدريب الدنيا ماشيه ازاي؟ المقاولين العرب واحد من الفرق اللي فرقت جدا جدا هذا الموسم، وفقا لتحركات كنت بتكلم فيها لما كان الكابتن عماد النحاس كان ضيفي هنا، كلها كانت تحركات مخطط ليها ومدروسه. دلوقتي شغالين ازاي وبتعملوا ايه علشان تقدروا تحموا شويه اللعيبه من فكره عدم تواجد التدريبات الفنيه والتكتيكيه والبدنيه؟ والله في اتصال بين مدرب الاحمال والمدربين بمجموعه اللعيبه كلها، ومقسمينهم مجموعات وبيتابعوا معاهم فعلا تدريبات، يمكن صوت وصوره. واعتقد ان الكابتن عماد عامل سيطره في هذا الموضوع، رغم ان معظم اللعيبه في بيوتها، لكن في متابعه جيده للحفاظ على لياقتهم الى حد ما. صحيح. كل سنه وكل موسم بيقدموا النادي المقاولين العرب بيقدم اكتر من لاعب بيبقى مميز. طاهر محمد طاهر واحد من اللاعبين المميزين جدا اللي بيمثلوا بالنسبه للمقاولين العرب حاجه مهمه وهدف بالنسبه للانديه الاخرى. اسم طاهر محمد طاهر ارتبط في الفترات اللي فاتت بالاهلي والزمالك، ده يستدعي ان انا اسال حضرتك هل في اي مخاطبات رسميه بهذا الشان في هذا التوقيت، ولا كله مطفي مكان كده بالبلدي؟ يا باشمهندس هو طبعا يعني يمكن كويس ان انت بتثير القضيه دي، وانا سمعتك وانت بتثيرها مع الكابتن عبد الناصر. اولا مبدئيا ما فيش اي اتصالات تمت في هذا الموضوع، ما فيش اي اتصالات، والانديه دي انديه محترمه بتحاول لما بيبقى في اتصالات. لما كان في اتصال في فتره على طار كان من النادي الاهلي المسؤولين مباشره، تم اتصالات مبدئيا. لكن اللي بيتم حاليا، وانا نفسي تركز على هذا الكلام، ما يدمر الكره المصريه كابتن ابراهيم، وكلاء اللاعبين وعطاء اللاعبين. وانا بقول لك ان بقت الدايره واسعه قوي، لان ناس كتير بقت لها مصالح في هذا الكلام. احنا ايه ده ان احنا نشغل، يعني احنا في ايه نشغل الناس ليه بكلام ليس له اساس من الصحه؟ ولكن دي كلها العاب وكلاء اللاعبين. اللي انا بقوله لم يتم اي اتصال مع طاهر. يعني انت النهارده حضرتك بتقول الاهلي، طب في اخبار امبارح ولا النهارده بيقولوا انه وقع لبيراميدز. ايوه، كل دي كلام موتور، كلام وكلاء لاعبين ليس له اي معنى. لكن طاهر لاعب كبير، لاعب له مستقبل كويس جدا، وامكانياته ممتازه، واحنا دايما كان نفسنا ان شاء الله نطلعه بره، لكن الظروف يعني زي ما انت شايف، انما احنا لم يتم اي اتصالات في هذا الموضوع. صحيح. طيب حضرتك ذكرت نقطه مهمه، انه انتوا نفسكم كنادي المقاولين العرب تكرروا واضح تاني تجربه زي تجربه النني، زي تجربه محمد صلاح، تخرجوا لعيبه لبره. اذا النيه نفسها موجوده بس في الخارج مش جوه مصر، مظبوط كده؟ مظبوط كده. واحنا عاملين اتفاقيات مع بعض وكلاء اللاعبين لمتابعه بعض اللعيبه عندنا، طبعا اولهم طاهر. بعض وكلاء اللاعبين الاوروبيين العالميين. صحيح. الاوروبيين صحيح. بالظبط. علشان نخرج طاهر محمد طاهر ونخرج اكتر من لاعب، مظبوط كده؟ مظبوط كده. طيب في كام لعيب المقاولين العرب بيحاول ان هو يبقى يخرجه، طبعا لولا طبعا الظروف الصعبه اللي بيعيشها العالم كله دلوقتي؟ في احنا عندنا يعني لعيبه يعني زي يوسف الجوهري. يوسف الجوهري ده برضه احنا بنعده لهذا الكلام. في اثنين لعيبه برضه من اصغر منهم شويه. في لعيبه في خط الدفاع، يعني عندنا حوالي 4 5 بنجهزهم
وبنعمل لهم فيديوهات ونبعتها للخارج يعني، وفي متابعه لي. طيب لو انا عايز اخد عنوان على لسان حضرتك هقول كده وحضرتك قول لي اذا كان الكلام ده صح ولا لا، طاهر محمد طاهر ليس معروضا للبيع الداخلي وانما في الخارج، ده كده عنوان مظبوط ولا انا بتكلم غلط؟ ده كلام مظبوط جدا. ده كلام مظبوط، طيب ده شيء عظيم. نروح بقى لملف تاني، من وجهه نظر حضرتك شايف المفروض ايه اللي يحصل خلال الفتره اللي جايه؟ احنا بنتكلم انه الاتحاد واللجنه الخماسيه لازم تقعد مع الانديه، لازم تقعد مع رؤساء الانديه، لازم تقعد مع المديرين الفنيين، لازم تبحث مساله وضع اكتر من سيناريو من السيناريوهات لاعاده مره اخرى كره القدم. مقاولين العرب واحد من الانديه اللي صرفت السنه دي، انديه كتير صرفت في الدوري، اعتقد انه الغاء المسابقه بدون اعلان فائز ده شيء ما هوش مظبوط، وادينا شفنا الاتحاد الاوروبي لكره القدم كان بيتكلم كده مع الانديه، وحتى اعلان فائز دلوقتي حتى ولو كان في بعض ملامح ظهرت في اكتر من دوله من الدول زي مثلا ليفربول في انجلترا مثلا بفرق 25 نقطه. وجهه نظر حضرتك ايه في هذه الجزئيه تحديدا؟ انا هجيب من اخر سيادتك ما قلت، اتفضل، وهو ان موضوع ان سابق لاوانه ان احنا نفكر في الغاء الدوري. احنا الاتحاد قال لك ان ممكن الاتحاد الدولي ان ممكن لحد شهر 9 يبقى في الدوري قائم. فكلمه الغاء الدوري حاليا اعتقد انها مش وقتها ومش مجالها، لان ما زال الوقت لسه طويل وان شاء الله الامور تتحسن. الكلام اللي انت قلته الاول انا متابعه جدا وكلام رائع جدا، ويا ريت يبقى في اتصالات فعلا ما بين اللجنه الخماسيه وبس. يمكن عدم وجود التجمعات دلوقتي يا كابتن ابراهيم يمكن هي دي برضو. لا هنعمل اجتماع، احنا مش بنقول ان الناس تقعد مع بعض، هنعمل اجتماع لا. بالفيديو كونفرنس زي ما كل العالم ما بقى بيعمل دلوقتي، يعني ما سهله العمليه ما بقتش صعبه بالظبط كده. يبقى في اتصالات باتفاق على السيناريوهات اكثر من سيناريو، ويبقى حتى هم عندهم فكر مع فكر الانديه بالظبط الخطوات والمراحل اللي جايه. فانا بايد طبعا هذا الكلام 100%. طيب فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومساءك زي الفل. مهندس محمد عادل، مهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم، اذا لدينا عنوان مهم جدا فيما يتعلق بطاهر محمد طاهر على لسان الباشمهندس محمد عادل، طاهر محمد طاهر ليس معروضا للبيع في اي نادي من الانديه في مصر وانما فقط للبيع الخارجي.